التواصل مع الله الأسمى. أجلس في زاويتي للتواصل مع النفس والتواصل مع الله. أوجه انتباهي أنا الكائن الروحاني، أوجه انتباهي إلى عالمي الداخلي. واستشعر الصمت الداخلي وسلامي الداخلي. أنا نقطة النور، نقطة السلام، وبفكرة واحدة أنتقل بوعي إلى العالم البعيد البعيد البعيد، ما وراء هذا الكوكب، إلى عالم النور، إلى موطني أنا الروح. هنا في موطني، في هذا الصمت وهذا السكون، أستشعر وجود المصدر الأسمى للنور، الطاقة الربانية الجميلة. أستشعر طهارة هذه الطاقة الإلهية، طهارة العظيم المطلقة، العظيم دائما طاهر، والطاهر يحافظ على قانون الحياة، وقانون الحياة هو الحب. الله هو مصدر الحب، الحب اللامحدود، الحب بدون شروط، الحب الذي يسامح، الحب الذي يمنح، الحب الذي يسمح لي بأن أكون على حقيقتي، الحب بدون تملك، والذي يمنح مساحة للنمو. وهنا في هذا السكون، وعندما أكون مع محيط الحب، المصدر الأسمى للحب، أعرض نفسي بكل رضا إلى هذه الطاقة الربانية المحبة. كما تعرض وردة عباد الشمس نفسها لنور الشمس، فأتذكر وأستشعر هذا الحب الطاهر مرة أخرى، فأنا أيضا صفتي الأصلية الحب، ولكنني نسيت ذلك. حب الله يملأني، حب الله يقبلني كما أنا، حب الله يلأم جراحي ويلم شتاتي. في هذا الصمت وأنا بقربك، موجات حبك تغسلني وتطهرني وتمنحني الشجاعة لأتغير. في هذا القرب أستعيد الإيمان في نفسي مرة أخرى، والثقة بأنني سأسترجع كنوزي الأصلية. هنا معك يا الله، مع الحقيقة المطلقة والأبدية،
تتأكد لي حقيقة من أنا، فأتذكر قيمي وأتخلص من صفات غير مرغوبة اكتسبتها مع مرور الوقت، فأستعيد مرة أخرى كنوزي الأصلية، أنا الروح، فأستعيد سلامي وأكون في حالة من الطمأنينة والإيجابية والحب. وعندما أواصل دوري في مسرحية هذه الحياة، أبث هذه الطاقة السامية إلى هذا الجسد، وأيضا من خلال تفاعلاتي وتواصلي أبثها إلى أخواني وأخواتي في البشرية، شركائي في هذه الحياة. أنا سلام.